شنو الا قلتي لك كليتي هاد الكوكيز هادو قبل لونطريمون؟ غادي يخليوك تريني مزيان وغادي تاخذ البامب العضلي في لونطريمون ديالك. وشنو الا قلت لكم هاد الكوكيز الا كليتيهم بعد لونطريمون مباشره كتدخل واحد الكميه ديال البروتين وواحد الكميه ديال الكارب اللي كيخليك تشافي العضلات ديالك من بعد لونطريمون. وهاد الكوكيز هادو ساهلين تصاوبهم وما كيديوش الوقت بزاف. على بركه الله، يلا نوريكم الوصفه. اول حاجه باش نبداو هو الكوكيز ديال بعد التمرين. ديت جوج بطاطا تحلوات حيدت منهم الجلفه وغادي نفورهم دابا هنا. ومن بعد فاش طابت لينا البطاطا وبردات دابا غادي نجي نعجنوها. والمقادير اللي غادي نحتاجو معاها هما كاوكاو مطحون، بينا باتر باودر، ولا تقدر ديرو بلاصتها مسحوق الحليب، يعني كاينه واحد الكميه ديال البروتين، الشوفان اطميل اللي كتكون الحبه ديالو كبيره، زائد ثلاثه التمرات. دابا غادي نعجنو البطاطا بحال هكا، نديوها معاها مسحوق ديال الكاوكاو، الشوفان وثلاثة التمرات. إلا عزيز عليكم الحلوة في الكوكيز تقدر تضيفوا معاهم العسل. ودابا غادي نجي نخلط بيدية واللي كتخرج على هذا الشكل هذا. ودابا غادي نقدر نديرهم على الشكل اللي بغيت أنا، الصراحة كيعجبني نديرهم كرويات بحال هكا، كرات بحال هكا، ونجي نضغط عليهم غير شوية كيبقاو على هذا الشكل هذا. دابا غادي ندخلهم في الآي فراير، غادي ندير فيهم 10 دقائق على 150 درجة، وأخيرا خرجوا لينا بوست ورك أوت كوكيز ديالنا. ودابا غادي نمشيو للطريقة الثانية لي بري ورك أوت كوكيز، ليتس جو. وهاد الوصفة ديال كوكيز بري ورك أوت منوع على الناس ديال انخفاض ضغط الدم ولا ارتفاع ضغط الدم. جوج بربات حيدت منهم الجلفة غادي نخليهم يتفوروا. ومن بعد فاش طابت لينا الباربه وبردات غادي نجيو نطحنوها بهاد الماكينه. غادي نخوي عليها شويه ديال القرفه، 150 غرام ديال الشوفان، ثلاثه تمرات محيدين لي من العظم. ودابا نجيو نخلطو بيدينا، ولي العجينه كتخرج لنا بحال هذا الشكل هذا. ودابا غادي نجيو نديرو على الشكل اللي بغينا، وانا غادي نصوبهم بهذا الشكل هذا. ودابا غادي ندخلهم في الاي فراير، وهادو راه تقدر طيبهم حتى في المقله اللي بغيت طيبوهم، الطريقه ديالهم راه سهله. غادي ندير فيهم 10 دقائق على 150. كوكيز ديال الباربا زدت لهم 2 دقائق، يعني راه درت لهم 12 دقيقه باش خرجوا لي قاسحين شويه. وهذا هو البري ورك اوت كوكيز ديالنا. هاد بري ورك اوت كوكيز تقدر تاخذهم ساعه ولا نص ساعه قبل لونطريمون، وهاد بوست ورك اوت كوكيز تقدر تاخذهم مباشره من بعد لونطريمون. كيما شفتوا الكوكيز ساهلين تصاوبهم الصراحه، تقدر ديهم معاك الخدمه، تقدر ديهم معاك اي بلاصه اللي كيكون واحد السناك فيه واحد الكالوري اللي نقيين. وزايدون ما كنهضروش على لي فيتامينات اللي فيهم وبزاف ديال الحوايج. صراحه بغيتكم تجربوها وتردوا عليا. وحتى هادو راه تقدر ديرهم الحلويات ديال العيد، تقدر تشربوهم مع اتاي، تقدر تشربوهم مع قهوه. طبعا الا كانت العائله كلها متبعه داكشي صحي. الا عجبكم بحال هاد الفيديوهات هادو ما تنساوش اللايكات ديالكم، وخليني نشوفكم غدا ان شاء الله في فيديو جديد. Peace!